عقابة المحامين أو القانون بصفة عامة في مصر، وهما خلال الفترة اللي فاتت من حيث الثقافة القانونية والوعي القانوني. لوير تي في هتقدم فكرة جديدة عن نشر ثقافة الوعي القانوني ونشر ثقافة القانون ما بين شباب المحامين وما بين كافة الفئات في المجتمع المصري، سواء كانوا بيشتغلوا في المجال القانوني أو لا يعملوا في المجال القانوني. ففكرة ممتازة وإيفنت محترم ومنظم بشكل جيد ومشاركة جيدة من لو تي في في نشر ثقافة الوعي القانوني. تمام، هل توجد جدوى حقيقية من تنقيب جداول غير مشتغلين؟ احنا عندنا نقابة المحامين وكيان قانوني او كيان تنظيم منشأ بقانون المحاماة. قانون المحاماة جعل العديد من الضوابط للقيد في جداول المحامين، بدأ من الجدوى العام ثم الابتدائي ثم الاستئناف ثم النقد. الفترة اللي فاتت تم تصدير اعداد غفيرة من الخارجين لجداول نقابة المحامين الى حد ان وصل العدد ل 650 الف محامي داخل نقابة المحامين. المشتغل الفعلي داخل نقابة المحامين طبقا لاخر احصائية او اخر تجديد في عام 2017 هم 130 الف محامي فقط الاخير من اجمالي 650 الف محامي. السيد النقيب العام الاستاذ سامح عاشور نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب كان طرح مشروع تنقيط الجداول من غير المشتغلين، وبالفعل هو عمل وبكل جهد هو مجموعه عمل معاه على تنقية الجداول من خلال اشتراطات قانونية وجدت في صلب داخل مواد القانون من دليل اشتغال عن كل عام، وبالفعل تم تنقية جزئية للجداول. وجاري العمل داخل نقابة المحامين وداخل لجنة ترقيد في نقابة المحامين بقيادة السيد معالي النقيب السيد سامح عاشور نقيب المحامين على التنقية الحقيقية. النتيجة القصوى أو النتيجة الكبرى اللي هتعود على نقابة المحامين من التنقية هو الحد من الإهدار المالي للمصروفات العلاج والنفقات الأنشطة الاجتماعية على غير والمعاشات على غير المشتغلين. في النهاية هيكون الادخار المالي اللي هيتم توفيره من بعد الانتهاء من مشروع التنقية هيعود على النشاط الثقافي والاجتماعي والصحي وصندوق المعاشات المحامين المشتغلين فعليا اللي بيقدموا كل سنة دليل اشتغال عندي في النقابة. يعني معنى كلام حضرتك ان دلوقتي بيتم التحقق من اي حد بيتخرج من الكليه بيسجل في النقابه، بنتاكد هو فعلا بيشتغل فعلا ولا لا، يعني في تحقيقات ولا بالفعل نقابة المحامين أو قانون المحاماة بالتحديد وهو الكيان الأكبر لنا أو المنظور الأكبر لنا والمنظم الأول والأخير لمهنة المحاماة في مصر اشترط اشتراطات محددة في القيد في نقابة المحامين، ولكن القانون لم يحدد القانون الحالي بالفعل القانون الحالي اللي أنشئت به نقابة المحامين لم يحدد شروط معينة بخلاف شروط التخرج من كليات الحقوق أو الكليات اللي المساوية لها زي كلية الشرطة وإلى آخره بعد ما بينتهي أو الكليات المماثلة لكلية الحقوق سواء خارج مصر. ولكن حاليا لدرجة القيد الابتدائي اللي هو بعد فترة التدريب اللي هي مدة عامين، السيد نقيب عندنا معهد المحاماة معالي النقيب طبعا مشكورا فعل بالفعل معهد المحاماة وجعله شرط أساسي للقيد في درجة ابتدائي. معهد المحاماة تقتصر مدته على 6 شهور، هيتم التدريس داخل معهد المحاماة خلال النخبة. بدأ خلاص؟ هيبدأ إن شاء الله من بداية العام الجديد 1 يناير 2018. أي حد هيسجل جديد لازم يكون بالضبط لازم يجتاز معهد المحاماة. يعني هو السيد نقيب مقدم في مشروع القانون الحالي إن هو سيادته مقدم مشروع قانون في مجلس النواب، هيشترط اشتراطات معينة أن يكون خريج حاصل على دبلوم أو ماجستير على الأقل للقيد في نقابة المحامين، وبخلاف ذلك أي زميل محامي هيقيد أو هينقل درجة قيده من جزئي لجدول الابتدائي هيشترط حصوله على الإجازة والنجاح في معهد المحاماة. مدة الدراسة في معهد المحاماة هتكون دراسة أكاديمية بالفعل لمدة 6 شهور، هيجتاز الاختبارات فيها ويجتاز التدريب فيها، هيبدأ ينقله الجدول العام، مش هيجتاز هيعيد تاني مدة الدراسة داخل معهد المحاماة. فده هيكون فرصة حقيقية لاختبار وتأهيل شباب المحامين للعمل في المحاماة ويكسبهم الخبرة القانونية والملكة الفكرية من خلال معهد المحاماة.